السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم طلابي طلاب الصف السادس الأساسي أرحب بكم مجدداً ضمن مبحث العلوم والحياة للفصل الدراسي الثاني عبر قناة روافد التعليمية. وسنكمل اليوم الجزء الثاني من الدرس الأول وهو أجزاء جهاز الدوران. تذكر عزيزي الطالب أننا تعرفنا إلى أن جهاز الدوران عند الإنسان يتكون من القلب والأوعية الدموية والدم، تعرفنا على أول جزء من أجزاء جهاز الدوران ألا وهو القلب، تعرفنا على شكله ووظيفته وتركيبه، اليوم إن شاء الله سوف نتعرف على الأوعية الدموية والدم إذا يتوقع منك عزيز الطالب أن تكون قادرا على أن تذكر أنواع الأوعية الدموية تقارن بين الأوعية الدموية من حيث الوظيفة وسمك الجدار تتعرف إلى مكونات الدم وأهميتها توضح وظيفة الدم في جهاز الدوران دعونا الان نتعرف الى الجزء الثاني من اجزاء جهاز الدوران وهو الاوعيه الدمويه يحتوي جسم الانسان على ست لترات تقريبا من الدم تنتقل بين القلب والجسم عبر انابيب مختلفه التركيب والاتساع تسمى الاوعيه الدمويه ما المقصود بالاوعيه الدمويه الاوعيه الدمويه هي عضلات اسطوانيه مجوفه تشبه الانابيب وتنتشر باشكال واحجام مختلفه في كافه انحاء جسم الانسان لماذا لنقل الدم تنقسم الاوعيه الدمويه في جسم الانسان الى ثلاثه انواع هي الشرايين والأوردة والشعيرات الدموية، دعونا نتعرف بشيء من التفصيل إلى كل نوع، ونبدأ بأول نوع من الأوعية الدموية ألا وهي الشرايين، انظروا جيدا إلى الصورة التي أمامكم وهي تبدو باللون الأحمر، ما هي الشرايين؟ فالشرايين عزيزي الطالب عباره عن اوعيه دمويه تتكون من انبوب عضلي مرن له جدار سميك وتقوم الشرايين بوظيفه نقل الدم المحمل بغاز الاكسجين والغذاء المهضوم من القلب الى جميع اجزاء الجسم بعد ان تعرفنا على الشرايين ووظيفتها دعونا ننتقل الى النوع الثاني من انواع الاوعيه الدمويه وهي الاورده انظروا الى الصوره جيدا ها هي تبدو باللون الازرق ما هي الاورده الاورده هي اوعيه دمويه تتكون من انبوب عضلي اقل سمكا من الشرايين وتقوم الأوردة عزيز الطالب بوظيفة نقل الدم المحمل بغاز ثاني أكسيد الكربون والفضلات من أجزاء الجسم المختلفة إلى القلب لنلخص ذلك معا يقوم الشريان طلابي بنقل الدم المحمل بغاز الأكسجين والغذاء المهضوم من القلب الى خلايا الجسم بينما لاحظوا مع الوريد ينقل الدم المحمل بغاز ثاني اكسيد الكربون والفضلات من خلايا الجسم الى القلب هيا لنقارن معا بين الشرايين والاورده من حيث مسار الدم وسمك الجدار الشرايين تحمل الدم من احسنت من القلب الى جميع انحاء الجسم بينما الاورده تحمل الدم ممتاز من اجزاء الجسم الى القلب ايضا الشرايين اكثر سمكا من الاورده لدينا سؤال عزيز الطالب علل جدار الشريان اسمك من جدار الوريد ها هو الشريان ها هو الوريد لاحظ جدار الشريان اسمك من جدار الوريد ما السبب يا ترى احسنتم حتى تتحمل الشرايين قوه ضخ الدم من القلب فالشرايين تضخ الدم المحمل بالاكسجين والغذاء المهضوم من القلب الى جميع اجزاء الجسم المختلفه هل تساءلتم طلابي كيف يصل الدم الى خلايا الجسم بالرغم من ان حجم الخلايا صغير جدا مقارنه بحجم الشرايين والاورده احسنتم عن طريق الشعيرات الدمويه لنتعرف الى النوع الثالث من انواع الاوعيه الدمويه وهي الشعيرات الدمويه ما هي الشعيرات الدمويه طلابي الشعيرات الدموية هي عبارة عن شبكة من الأوعية الدموية تربط بين أدق نهايات الشرايين مع أدق نهايات الأوردة، كما تلاحظون في الصورة التي أمامكم. الآن، ما وظيفة الشعيرات الدموية؟ الشعيرات الدموية تقوم بتبادل الغذاء والغازات مع خلايا الجسم حيث تاخذ الخلايا غاز الاكسجين والغذاء المهضوم وتتخلص من غاز ثاني اكسيد الكربون والفضلات تحدث هذه العمليه عبر الشعيرات الدمويه لدينا سؤال علل الشعيرات الدمويه دقيقه جدا ويتكون جدارها من طبقه واحده من الخلايا لتسهيل عمليه تبادل المواد والغازات بين الشعيرات الدمويه وخلايا الجسم المختلفه تذكر عزيز الطالب ان جهاز الدوران عند الانسان يتكون من القلب والاوعيه الدمويه والدم تعرفنا اليوم ان الاوعيه الدمويه لها ثلاثه انواع هي الشرايين والاورده والشعيرات الدمويه دعونا ننتقل الى الجزء الثالث من اجزاء جهاز الدوران الا وهو الدم فالدم عزيز الطالب سائل نسيجي لونه احمر ينتقل عبر الاوعيه الدمويه ويحتوي على مكونات مختلفه ويقوم الدم عزيز الطالب بنقل الاكسجين والغذاء المهضوم الى جميع اجزاء الجسم كما ينقل الفضلات وثاني اكسيد الكربون الى اجهزه الاخراج اذا وظيفه الدم هي نقل الغذاء وتبادل الغازات الى انحاء الجسم جميعه ما رايكم ان نتعرف الان الى مكونات الدم لاحظوا معي الدم يتكون من خلايا الدم الحمراء خلايا الدم البيضاء الصفائح الدمويه سائل البلازما كما هو موضح بالشكل دعونا نتعرف الى كل مكون فلنبدا ب خلايا الدم الحمراء شكلها قرسي وهي مقعرات الوجهين لا توجد بها نواه وظيفتها نقل غاز الاكسجين ونقل غاز ثاني اكسيد الكربون لننتقل الى خلايا الدم البيضاء بعضها محبب وبعضها غير محبب توجد نواه كبيره في خلايا الدم البيضاء وظيفتها حماية الجسم والدفاع عنه ضد مسببات الأمراض. لنتعرف الآن إلى الصفائح الدموية. الصفائح الدموية غير منتظمة الشكل، لا توجد نواة في الصفائح الدموية. وظيفتها تقوم الصفائح الدمويه بالمساعده في تجلط الدم ووقف النزيف عند الجروح الان طلابي تعرفنا الى خلايا الدم الحمراء والبيضاء الصفائح الدمويه دعونا الان نتعرف على البلازما البلازما عباره عن سائل شفاف يميل الى الاصفرار وفيه تسبح خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدمويه وظيفته نقل الغذاء المهضوم والفضلات من خلال وظائف مكونات الدم هل تستطيع عزيز الطالب ان تستنتج وظائف الدم من خلال وظائف مكونات الدم هل تستطيع عزيزي الطالب ان تستنتج وظائف الدم الوظيفه الاولى للدم تبادل الغازات من خلال خلايا الدم الحمراء الوظيفه الثانيه حمايه الجسم والدفاع عنه ضد مسببات الامراض واكسابه مناعه طبيعيه وتقوم بها خلايا الدم البيضاء الوظيفه الثالثه تجلط الدم ووقف النزيف اثناء الجروح وتقوم به الصفائح الدمويه والوظيفه الرابعه نقل الغذاء المهضوم وتقوم به البلازما والان عزيزي الطالب فسر العبارات التالية تفسيرًا علميًا دقيقًا: يكتسب الدم اللون الأحمر بسبب احتواء خلايا الدم الحمراء على صبغة الهيموغلوبين. العبارة التالية: يُعدّ الدم مخلوطًا؛ لأنه يحتوي على عدة مكونات يمكن فصلها وتقوم كل منها بوظيفة محددة لتتكامل وظيفة الدم العامة وأخيرا يعد الدم نسيجا لأنه يحتوي على خلايا تقوم بوظائف متكاملة لتحدد وظيفة الدم العامة وأخيراً اطلب منك عزيزي الطالب مستخدما خامات مختلفه من البيئه ان تصمم نموذجا يبين مكونات الدم مستعينا بالشكل المجاور دعونا الان طلابي ننتقل الى اسئله التقويم الختامي والسؤال الاول اختر الاجابه الصحيحه ما العنصر الأساسي الذي يسبب نقصه الإصابة بفقر الدم؟ الكالسيوم، الحديد، اليود أم الصوديوم؟ أحسنت عزيزي الطالب، نقص عنصر الحديد يسبب الإصابة بفقر الدم، فعنصر الحديد من المعادن المهمة في جسم الإنسان وله دور رئيسي في عمليه نقل الاكسجين من الرئتين الى جميع انحاء الجسم بواسطه الهيموغلوبين الذي يوجد في خلايا الدم الحمراء وعنصر الحديد موجود بكثره في اللحوم الحمراء والخضار الورقيه الخضراء والسمك والدواجن والكبد وبعض الفواكه والبقوليات الان عزيزي الطالب تستطيع الاجابه عن هذا السؤال علل ينصح الطبيب بتناول الكبد والسبانخ لتجنب الاصابه بفقر الدم لماذا لانها تحتوي على نسبه عاليه من الحديد الذي يدخل في تركيب الهيموجلوبين اللازم لخلايا الدم الحمراء من انا سائل اقوم بنقل الغذاء المهضوم وتبادل الغازات الى جميع انحاء الجسم احسنت انه الدم صبغه حمراء اللون اتواجد في خلايا الدم الحمراء ممتاز صبغه الهيموجلوبين خلايا عديمة اللون أقوم بالدفاع عن الجسم ضد الأمراض أحسنت إنها خلايا الدم البيضاء والآن حدد عزيز الطالب ما تدل عليه الأرقام في الصورة الآتية الرقم واحد يشير إلى أحسنت يشير إلى خلايا الدم الحمراء الرقم اثنان يشير الى ممتاز خلايا الدم البيضاء الرقم ثلاثه يشير الى الصفائح الدمويه ورقم اربعه يشير الى البلازما اما الرقم خمسه طلابي يشير الى الوعاء الدموي الآن طلابي دعونا نلخص معا ما تعلمناه خلال درس اليوم يتركب جهاز الدوران عند الإنسان من القلب والأوعية الدموية والدم القلب يتكون من أربع حجرات يتكون من أذين أيمن بطين أيمن أذين أيسر بطين أيسر أما الأوعية الدموية فهي ثلاثة أنواع: الشرايين، الأوردة، وكذلك الشعيرات الدموية، ويتكون الدم طلابي من خلايا الدم الحمراء، خلايا الدم البيضاء، الصفائح الدموية، وكذلك البلازما، وبهذا طلابي يكون درسنا قد انتهى، أتمنى لكم حسن المشاهدة والى اللقاء في درس قادم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته